Proton is placed in a uniform electric field of 2950 نيوتن بير كولوم، وطالب مننا عن ادي خطوط الالكتريك فيلد ماشية كده، وفي بروتون اهو كتلته معروفة والتشارج معروف ان البروتون ايه. طالب اول حاجة الماجنيتيود اوف ذا الكتريك فورس فيلت باي ذا بروتون، واحنا عارفين ان الفورس بتساوي الاي ضرب الكيو، وطالما ده بروتون هيبقى الفورس كده ان ده بلس يمشي مع نفس اتجاه خطوط الالكتريك فيلد. طيب هنا 2950 وشحنة البروتون زي الالكترون 1.6 × 10^-19 كولوم، يعني لو ضربتهم في بعض 2950 × 1.6 ايه سالب 19، فطلعت الفورس 4.72 × 10^-16 نيوتن. ده البارت ايه. في البارت بي طالب الاكسلريشن، بيقول اديني البروتونز اكسلريشن، واحنا عارفين ان الفورس تساوي ام في الاي. طيب الفورس اهي والماس بتاعت البروتون 1.67 × 10^-27، يعني اقسم الفورس على الماس، اقسم دي على 1.67 اي سالب 27، طلع ان الاكسلريشن 2.83 × 10^11 متر على السكند سكوير، رقم كبير جدا. في المطلوب سي طالب ذا بروتونز سبيد افتر 1.8 مايكرو سكند وستارتنج فروم ريست، يعني السرعه النهائيه طالبها، وعندنا السرعه الابتدائيه بصفر والاي موجوده ومديني زمن. ادي الاي اهي والزمن قال لي 1.8 × 10^6 يساوي، هضرب الرقم ده في 1.8 × 10^6 فطلع 509 × 10^3، وطبعا ده متر بير سكند، ممكن نقول كده في 10^3 متر بير سكند وبس، او ممكن نكتب كيلو متر بير سكند واشيل 10^3، ويبقى كده خلصنا السؤال. Thank you.